وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أخبار الفجر المغربية. اليوم على التوالي نتواجد بمركب الرياضي بنت بمقاطعة فوري لتغطية هذا الحدث الكروي التضامني الذي نظمته جمعية الثقافة والرياضة. بالأمس كان هناك فريق الذكور واليوم فريق الإناث الذي يعود ريعه إلى مساعدة خيرية لجمعية متواجدة بإقليم خنيفرة من أجل حفر آبار هناك. Salam alaikum. Pourquoi vous êtes là? Alors tout d'abord, c'est pour mettre le foot féminin à l'honneur. Donc on a organisé ce tournoi donc spécialement pour les filles, donc 100% filles. Et deuxièmement, avec l'argent récolté, donc hier c'était le tournoi des garçons et aujourd'hui le tournoi de filles. Avec l'argent récolté, on pourra faire Inch'Allah des pluies pour le Maroc. Des pluies, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alain Moussanan, c'est Bouarfa, le gagné en tarif, ou un rajout d'A'mal, معروف جدا من هنا في الديار البلجيكية، والمعروف أكثر بالمساعدة ديالو التواجد ديالو في جميع الأعمال الخيرية الداعمة للرياضة والأعمال الاجتماعية المساعدة للمغرب. مرحبا بك سي بوعطا. شكرا. ما هو سبب التواجد ديالك معنا هنايا مركب بنت في مقاطعة فوري إلى جانب سي عبد الله؟ سي عبد الله بوعرفة وأنا حميد بوعرفة، إذا ما يمكنش بوعرفة يمشي بلا بوعرفة. هو راجل كيكافح في الميدان ديال الرياضة، وأنا عاود كنكافح في ميدان آخر، ولا لقينا هاد لي دو زيفور كيكون فيها خير وما فيها غير خير. أنا اللي جيت هنا جيت أولا باش نشجع خويا عبد الله على شحال الخدمة اللي كيدير، وانا جيت عاود نشجع لي شفان دي سبور اللي هو عاود كيفتح ليه بيبان وكيساعدو، وبغيت انا طول ما هو كان دو موند يحاولوا يتعاونوا من يكون دعم بحال هذا، واللي هو كاع مهم وهي كاع هادشي اللي داير اليوم وكاع هاد الخسارات اللي دايره غادي تمشي لواحد القصد باين وواضح، وهي غادي يحفروا شي حاسي في شي منطقه ديال المغرب، وحنا مغاربه ولا ما فكرناش بدوك الناس ما غنفكروا حتى في شي حاجه. اذا عندنا جوج الحسابات في الدنيا، عندنا حساب الدنيا وحساب الاخره. حساب الدنيا كيبقى هنا وحساب الاخره كنديوه معنا. اذا سي امبورطون بوغ موا و جونكوراج توت لا جونيس ا ايسيي دو فير ان ماكسيموم باش يعاونوا هاد الناس بحال شي عام. وهكذا مشاهدينا تنتهي هذه التظاهرة الرياضية التضامنية والإنسانية من أجل حفر البئر في منطقة خنيفرة. معنا الآن الأستاذ القرطاسي، مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيكم. كلمة في الموضوع. Ben, je suis très content d'être ici parce que c'est quand même une finale avec des filles, donc c'est important pour nous qu'on ait un équilibre entre les garçons. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Chérie, tiens bien, chérie, tiens bien, chérie, tiens bien. On passe au journal de deuxième choix. C'est l'armée. Emilia, c'est une guerre, c'est Emilia. كما عودتكم قناة أخبار الفجر المغربية التي دائما حاضرة لتغطية جميع التظاهرات الرياضية والاجتماعية والسياسية، كما ترون هذا الكأس الذي ستتوج به الفرقة الفائزة في هذه التظاهرة الكروية التي كانت بالأمس للشباب واليوم للفتيات كمساواة بين الفئات المجتمع ككل.